هاي ابو حمدي. هلا بسم الله دوقا دوقا. هاي دوقا دوقا. والله الله يحفظكم يا امين. صحة الله يعطيك. والله بارك الله فيكم. بارك الله. صحنا جميعا ما شاء الله هنا في بلدنا. مليحة. مليحة. جديد سالي. الله يحفظك. والله صافي مزيان. ما شاء الله والله داروا جميعا هايلة. جديد هذه جميعا. ما شاء الله. واش فتحوا؟ مدة مدة. عندها مدة. 6 سنين. 6 سنين. سيزون. ما شاء الله. شنو لابد فريقها؟ كيبداو كل ما يبداو. كي كان واقف كان الفاكولتي دار هنا لا يبقى غير شويه ديال الفاكولتي شي حاجه سبا ولا ولا تداروها بعيد على الدين المير بلاك في فيتا وسيركلاسيون ولا حاجه كيما هكا ديال كل شويه كاين لا بريسيون داخل اي بروش بلي ليزيتيديون يبقاو في وسط الديلا ماشي ها ان توكا شابا ان توكا المنطقه ما شاء الله بداروا هنا جميعا دخلت داخل لا لا ما دخلتش كنت شخصيا ما نشوفوا غادي يخلونا ولا لا حلوه شو الله يعافيكم معليش الله يعافيكم ولا رانا في بيتنا ما شاء الله شوفوا جميعا مصطفى بن بولعيد الشهيد مصطفى بن بولعيد هذو بنتي كانوا لي زوب ما شاء الله هذو هما اللي جابوا استقلال الله يرحمهم الدب الشهداء واليوم على بالكم لو كان مصطفى بن بولعيد على بالكم كان السكرتير تاع مثال الحاج وكي كانوا يتفاهموا ما كانش مشكل بيناتهم على بالكم لو كان مصطفى بن بولعيد ولا كولونيل عميروش ولا العربي بن مهيدي يسمعوا اليوم باللي المافيا تاع 40 سراك راهي تبطل الغاز الفرنسا الغاز الطاليان والغاز الاسباني والبترول الامريكان على بالكم باللي ما نظنش باللي يديروا الثوره ما نظنش فوالا ان توكا سي مانيفيك تري بيل يونيفرسيتي ما شاء الله صافي بليزير نسقسوهم نشوف اهلا كي راكم دايرين هزوا الفلاوان واش راكم كي راكم دايرين مسامحين كي راكم الزوب الحمد لله انتم بخير والله رحمة الله وجدير خويا رشيد الحمد لله مني واش مع رمضان الحمد لله رمضان تعباتنا بيان اي ودي ما شاء الله ما شاء الله عاد ان شاء الله يعطيكم للامام بارك الله فيكم يعطيكم الصحة الله يستركم خويا رشيد عاد ان شاء الله ان شاء الله والله يحفظكم ان شاء الله والصحة تركم الله يحفظكم في الامان صحيتو هذيك بليزير هذيك بليزير كي دايره بخير لاباس الحمد لله ها ما شاء الله ها رانا في بيتنا امام جامعات مصطفى بن بولعيد ارقاز شبه فور هنا شي يقراو هنا شي يقراو هنا يقراو ماتي انفورماتيك بيولوجي جيولوجي سيونس لاتير سيونتيفيك كل شيء سيونتيفيك هذه حاجه مليحه هذه حاجه مليحه لا سيريكتور سي سمادي مصطفى بن بولعيد هذه شوف ما شاء الله لا شبه يعني بيتنا فور شوف انا ديما هنايا ما شاء الله يعطيك الصحة والله صافي بليزير الله يستركم ان شاء الله ربي يحفظك امين ان شاء الله ميرسي بوكو لي زعما جابت يديك مد لي الزب شفتوا ولا لا الشاوي انا الشاوي في راسي على بالكم الله يحفظكم الله يحفظكم اي اهلا بالله حنايا لي كونطابل تاع الجميع ربي يخليك صافي بليزير كمان لازم انتم ديروا لنا الكونطابيليتي تاع واش كاين في البلاد ولا فوالا واش كاين لا الله يحفظكم ان شاء الله اقبض مع الجميع اي قبضه لا يعطيك الصحه زيد رشيد ربي يسهل خويا ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله شفتوا ولا لازم يديروا لها كونتابيليتي تاع البلاد ان شاء الله تروع الزوار اي بسم الله هيا صحيتو الله يحفظكم تمشي الصوت اهلا كي دايره معكم وبكم ان شاء الله صورني مع الله يعني شفتوا لسبتنا ما شاء الله صافي بليزير كم راقين قاو هنا يا لزم هنا بس الله يحفظكم ميرسي بوكو سمحوا لنا
صحيتو رشيد الامام عندي ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله غيت شويه راك نقص شويه ولا ني راه حتى من راسك على بالك ما يبقى فيه والو ونبقى لازم نكونوا مع خوت ثلاثه الجدو اه دروي يعطيك الصحه الله يسلمك الدرك لاجيري كامل ابارامون لازم راك قوي والله راك قوي الله يحفظك خويا سي القوي انا نمبر 1 الله يحفظك بارك الله فيك الله يسركم ان شاء الله يعطيكم الصحه تمشي وحدك وبلاد بلادنا فيها الامان ولا شو فيها الامان اه يا اوكي بروبليم الحمد لله تو ما فيها نخدموا سياحه نورمال نورمال ما كان حتى مشكل الله يحفظك اهلا كي دايره اسمح لي خير هيا سافا الحمد لله مليح والله تخير خدي الله يحفظكم ان شاء الله يعطيكم الصحه هيا صحه تركم اتحلى في روحكم في الامان اهلا السلام عليكم لاباس كي داير استاذ بخير هيا لاباس الحمد لله الله يحفظك والله تخيط تصور فيا في بيبي لايف غادي لايف غادي نشكر في بيتنا غادي نشكر في بيتنا الله يحفظك ان شاء الله صافي بليزير صح عطوني في لاباس صحي استاذ جاوب على بالمناسبه وي اه تخي بيان تخي بيان اه صافي بليزير هادي لوكازيون شابه السلام عليكم عزيز الفلاوين كي راكم جينا في الوقت المناسب الحمد لله واش راكم رشيد واش راكم صافا راكم بخير صحتك الحمد لله والله تخير تخير انتم بخير لاباس ربي يبارك فيك الله يسلمكم بارك الله فيكم والله رانا في الوقت المناسب ها راكم تشوفوا يا الشعب الجزائري جينا الوقت انت فوالا راهم يبدلوا الاعلام فوالا صافي بليزير رانا في جميعات على شويه باتنا رشيد خير من القنصليه تاع المان يا الله المان خمس خطرات خمس شوف خطرات شوف شويه برك راح يعاودوا الله يبارك ما يبانش والله راه راه عندك خير من القنصليه تاع المانيا لا السفاره 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 تاع المانيا في برلين هذو اللي زام هذو اللي بغوا يعرفوا القيمه تاعو فوالا الحب الوطن يعطيهم صح الحب الوطن ها شوفوا بعينيكم خمس خطرات وانا نروح لهم السفاره تاع الجزائر في المانيا والله ما بغوا يبدلوا الاعلام خمس خطرات وما يبانش شوف عدل يلا نستعرض بهم عدل عندك الفانس جامعه باتنا لقاوها شويه مقطع استعرض بهم والله صافي بليزير مع الريح هذا تاع الريح سي نورمال فوالا اون ديريكت انا موان تاع كونسوماسيون تاع دو درابو في دو موا تو لي دو موا تو لي دو موا شونجيون نستعرض بكم فوالا كل شهرين يبدلوا الاعلام الجزائري امام الجامعه مصطفى بن بولعيد هنا في مدينه باتنا السلام عليكم عز الفلاك كيف دايره بخير الحمد لله الحمد لله الله يهديك يعطيك الصحه صافي بليزير صباح الخير عليكم كي راكم دايرين واش راكم خير الحمد لله انتم واش راكم الحمد لله انتم لاباس خير والله رحمه ربي الله يهديكم اه لي زوم شوف على بالكم انا عقوش عربي ادغوات قبيله اللي بصح شاوي في راسي اه صوبيتي مارشاريا مكسره يا جماعه صايره والله الحمد لله هيا نشوفوا العالم يبدلوا صافي بليزير فوالا كل شهرين السبعه كل شهرين اللي يبدلوا العلم ها شوف صافي بليزير ولا لا فوالا تولي لي دو موا فوالا مقطعين شويه برك من الريح ها سي ريان واليوم اكتب المكتوب فوالا ويبدلوا تولي لي دو موا خمس خطرات انا نروح لهم سفاره جزائريه في برلين في المانيا والله ما بغى يبدلوا كان صافي بليزير يا سيد ما عندكش خويا بانس تما ها على المباشر اون ديريكت امام جامعة مصطفى بن بولعيد في مدينة باتنا عارم ذاكم الله يسلمكم بارك الله فيكم الله يستركم كي راكم دايرين خير الحمد لله انتم بخير الحمد لله انت لاباس والله مرحبا بكم في بيتنا واش راك صباح يعطيكم الصحة الحمد لله الحمد لله مرحبا بك يعطيكم الصحة صافي بليزير والله رحمة ربي وانتم بخير اسمع رمضان والله نعمة الحمد لله لا رمضان هايل هنايا اللي هو اللي هو ما شاء الله هنايا الله يحفظكم ان شاء الله في لا لا ان شاء الله ان شاء الله صافي بليزير اون بلو جينا لوكازيون شابة بدلوا الاعلام كل شهرين صافي بليزير هاوي مع عمك جلولة ما شاء الله تخصش ان شاء الله فوالا هاكاك مصطفى بن بولعيد ربي يرحمه كي يشوف كيما هاك انت اي وي لي زاب لي زاب جابو بارتي تروتو اي وي سي سا كي دوماج بارتي تروتو
وكي نشوفوا الناس يداو بلاصهم صافي مالو كير عينك فين ديرو لهم عينك فين ديرو لهم بالك مالوريزمون لو بالي ما يكنسهمش وكي نديرو لهم هذا كي نديرو لهم ما بغاوش يفهموا ولا كذا قول لك تفضل كان عندهم شويه النيف ما عندهمش النيف ولا كذا شوف برك واش راهو صاري في البلاد يحشم يسروتي عادي ما فيه والو بورتون وسط لا بلاص شوف با جيري جوست لا بلاص سي فري نورمال عادي لا خلاص سي لوجيك رشيد على اوكازيون على اوكازيون وي تفضل عندنا ان كادر ولد لا ريجيون هنا وي سيتي parmi les premiers اللي خرجوا كونتر الكاتريام موندا الله يبارك سي بيان c'est un doctorant راه في لا روسي actuellement وممنوع من دخول البلاد اسم تاعو تعرفوا الهادي حداد الهادي حداد راه في روسيا اليوم راهو في روسيا ترويزيام اني وي حتى نوري حتى لا فيديو اللي لونساها نعاودوه ولا نعاودوه ان شاء الله وشكون اللي منعو الدخول انا لا الحمد لله اللي هنيك وشكون اللي منعو الدخول شكون عنده بروبليم على العايه ايوه هذاك هو خلاص هذاك هو اللي عنده بروبليم مع الحاج العايد الله يحفظك ميرسي سي جونتي الله يحفظك تاع الطور مع كامل هو وين كان هنايا هو ولا لا واحد من الطلبه يعني الممتازين تاع اسمع على بالك شكون اللي منعو الدخول شكون دوبري سا ديكلاراسيون سي شفتي لا فيديو لا مال ايه سيولي معكم وبكم ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله الشيخ ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله عليك يا سي رشيد ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيكم هيا دونك بسم الله وي توت شويت هذا هكا باش نشوفوا شكون هيا بسم الله احدثكم الهادي حداد من مواليد 23/10/1989 صحيح خويا بارك الله فيك يعطيك الصحة اسكو على بالكم شكون اللي منعوا دخول الجزائر شكون اللي راح يمنعوا اللي عنده مصلحه مع السعيد مع السعيد العصابه كامله باسكو هذا انا نشفالو مليح كانت في الجامعه مازال ما تقسمتش خرج كونتر الكاتريام موندا من حقه الى الى الدوا خرج كونتر الكاتريام موندا ها واش راهو يخلص لو تيب اللي ما يقدرش يخش لبلادو شوف عندكم لي كوردوني تاعو ولا لا ما عنديش شوف دوك ندبروهم لي كوردوني ونتصلوا بها ان شاء الله ونشوفوا القضيه تاعو اون فا ايسي باش نجيبوا لي كوردوني فوالا معليش شوف خونا سجلوا لي كوردوني تاعو وسي جامي هذا عيب ولد جمال يعني تيب اللي الله يبارك جزائري انكادر تحتاجه البلاد بيان سور اللي راهو تروازيام اني في لا روسي تحتاجه البلاد بيان سور لابد منها كيفاه نحكموا واحد من العصابه امي ونطيشوه الكادر نطيشوه والله نقعدوا نعبدوا الكادر سي با لوجي اه لا لا بك الله كادر والو اه والو ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك بارك الله فيكم يعطيكم الصحة بيان سور افيك بليزير مصطفى هيا مع مصطفى شاهد مصطفى بن بو العيد بسم الله هيا بسم الله اروحوا كاع ديال اروحوا معليش تكبرنا في تكبرنا كاع كيما هاك اون لايف هيا بسم الله اروحوا كاع ديال هيا سمو لي الشهيد مصطفى بن بو العيد بسم الله اروح لي دابا ديال اروح هاكا تكبرنا كاع وحشة وين يلعبوا اللعبة اروح معنا اروح معنا ويصور لي اروح قال يلا اروح شاهد مصطفى بن العيد ربي يرحمه الله يرحمه الزاب الله يسعدك افتح الاعلام ناشد فيديو كيف الاعلام لا شو قطع والله يطلع الاعلام ذوك بارك الله فيك يعطيك الصحه الله يسلمكم نسجل فوالا نشوفوا العلم يطلع فوالا مع سي جلول سفارة ماشي كيما السفارة تاع الجزائر في ألمانيا في برلين خمس خطرات ورسلت له ب 500 يورو باش يشرو علم جديد كارثة والله كارثة سا كوت طون سي مالوغو والله القلب يضر كي تشوف باللي الناس هكاك تشان
على حاجه جاي حاسه في مالوكا. فوالا بسم الله. فوالا شوفوا الاعلان كي شباب ما شاء الله تونس. فوالا الحمد لله. فوالا مومون سامبوليك الحمد لله صاروا ان بو ديليتي. اه وي الحمد لله. فوالا شوفوا بعيد لكم نطلعوا في الاعلان جديد والله مفاجاه جينا سوربريز الحمد لله مع عبي جلول وراه يتكلف به بالاعلام يونيفرسيتي مصطفى جميعا مصطفى بن بولعيد مدينه باتنا او ليكسبيريونس كل شهرين الله يبارك لي زونسيا ما شاء الله على شوفوا كل علم سقسي مولاه الروح الوطنيه توجور يوكور توجور روح جوسكا لافا ان شاء الله بيان سور يلا باس السوره ترانسمي ان شاء الله بلا بها ما نديرو فيها والو السوره ترانسمي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هلا برافو سي جلول كل شيء بالبركه الله يستر عليك والله يحفظك والله صافي بليزير مرحبا بكم عندنا الله يسلمكم وتوجور عيب باش نقولوا مرحبا بكم باسكو راكم في بلادك لا 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 يعطيكم الصحه صافي شوك حاجه تفرح يعني نورمالمون في 48 ولايه رانا في بلاد بيان سور بيان سور يعطيكم الصحه ما تطحرش في حتى بلاصه صحه والله الله يستركم ان توكا برافو اي صافي بليزير كي تلاقينا معكم اليوم والله الله يحفظكم ان توكا الصحه صحه رضاكم وصحه مطركم وتلقاو مساء الخير اي سيل فو بلي اون فاس رونسيني بوغ الهادي اوكي عليك لي كوردوني سي بون على بالي صافي بليزير الله يحفظكم ربي يوفقكم ان شاء الله ان شاء الله كل جميع ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله الله يحفظكم ميرسي تحيه لناس باتنا تحيه الجزائر صحيتو الله يحفظكم كاع صحه طركم فوالا صافي بليزير على بعينكم الشعب الجزائري لي زوب قلت لكم باللي كالعرب كالشاويه كالقبائل كالناس الجنوب رانا شعب واحد لازم نبقاو اليد في اليد فهمتوني ولا لا نبقاو اليد في اليد وما نديروش فرق بيناتنا هاكم تشوفوا ما شاء الله الناس باتنا صافي بليزير فوالا مصطفى بن بولعيد بكري على بالكم ما كاش فارق بين مثالي الحاج مصطفى بن بولعيد كانوا يخدموا اليد في اليد على بالكم دا الحسين كولونيل عميروش هذو كاع محمد بوضياف الله يرحمهم كاع صحيتو الله يحفظكم شفتوا كل شيء بالريسبي ريسبي كل شيء ريسبي ومن بعد كي داو الثوره 54 بداو يديروا لا ديفيرونس بيناتهم داو المشاكل كيما اليوم كيما اليوم راه ما يديروا المشاكل بيناتهم ها واحد امن ها واحد عسكر ها واحد سياسي ها واحد رجل اعمال ورانا رايحين وين ورانا رايحين لازم نبقاو دوله واحده شعب واحد علم واحد فوالا هذا هو الميساج تاعي تاع اليوم وان شاء الله نتلاقاو في بيسكرا ا بو بري فيغ 4 اور انا شويه روتار ربعه ان شاء الله نتلاقاو في ربعة وربع ولا أبو بخالة ربعة ونص ربعة ونص إن شاء الله بيسكرا لك تبع ربي إن شاء الله وسبعة ونص في الواد على بالكم الواد شكون إحنا نحترموا ناس الواد بس هذاك سعيداني على بالكم ديف تكسر وذنية أدوات راحت هذه فلو راح ما عليش إحنا نديرو ديفيرانس بين هذاك المافيا والناس الواد ما شاء الله ويعطيهم الصحة طبعا نتلاقاو في الواد وقت بصورة إن شاء الله وربعة ونص بيسكرا لك بالعربي السلام عليكم الله يفرحكم تحيه الجزائر والله يرحم الشهداء وتحيه ناس باتنا شفتوا الاحترام كي داير ما شاء الله صافي بليزير السلام عليكم